السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم من جديد. رومان فافر في حواره الأخير لمجلة فرنسية كشف هذا اللاعب صاحب الأصول الجزائرية بأن والده الفرنسي يريده مع منتخب الديوك الفرنسية، وهذا شيء عادي مثل ما صرح به إسماعيل بن نصر بأن والده المغربي كان يريده تمثيل منتخب المغرب، ولكنه في الأخير اختار خيار القلب وهو الجزائر. الشيء الغير عادي والذي لم يتطرق له البعض هو تصريح رومان فافر بأنه لم يتلقى أي استدعاء من الاتحادية الجزائرية، وهذا التصريح هو الأخير، أي أنه رغم تطوره مع فريق بريست سابقا ولعبه لموسم أسطوري لم يتلقى أي استدعاء من الاتحادية الجزائرية. نتمنى من الاتحادية هذه الجزائرية الجديدة أن تتواصل مع هذا اللاعب، خاصة السيد جهيد زفزاف، أن يأخذه بعين الاعتبار وأن يخطفه قبل الجميع. لا نريد بأن تخطف هذه المواهب الجزائرية الشابة بعض المنتخبات الأوروبية ثم نقول لماذا لم يختاروا الجزائر. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع. لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.